ملعب المباراة، مرتدة سريعة، كرة انطلاقة الآن، هجوم فيرونا يباغت نابولي، كرة خطيرة، جول 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 هلاس فيرونا يباغت نابولي ويضرب شباك نابولي بهدف المباراة الأول ليفرامينتو. فرحة باولو زانيتي بالهدف لهلاس فيرونا، 1-0 في الدقيقة 50، ليفرامينتو جول فعلها ليفرامينتو وسجل في شباك نابولي في كونترا تاك نموذجية، يضرب من خلالها فيرونا دفاع نابولي وحسرة أنطونيو كونتي. هدف في منتهى الروعة يسجل ليفرامينتو في شباك أليكس ميريت. شوف كرة كاستانوس، موسيقى معزوفة، هلاس فيرونا يصل إلى شباك نابولي، يصل إلى شباك نابولي، تمريرة في منتهى الروعة وليفرامينتو يسجل في شباك أليكس ميريت. شوف روعة لازوفيتش وإنهاء ليفرامينتو. كيف وصلت وأين من أين خرجت يا ليفرامينتو؟ يضرب شباك نابولي بالهدف الأول. لعب تيتان على هذه الكرة، انطلاقة خطيرة 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 خطيرة، ثاني جول، ثاني جول 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 جول، غير معقول. هيلاس فيرونا، موسكيرا في أول لمسة، موسكيرا، الله على جنون الكالتشو، سجل موسكيرا في البينتي جودي في الدقيقة 75. فيرونا يعاقب نابولي، زانيتي يتفوق على كونتي، 2-0 موسكيرا وهدف ثاني، موسكيرا وهدف ثاني فعلها الكولومبي وسجل ثاني أهداف هيلاس فيرونا في مباراة الليلة. الله 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 الله، موسكيرا والهدف الثاني لهيلاس فيرونا، وضعها في شباك مونتيبو، 2 فيرونا لاجي نابولي، هدفين لهيلاس فيرونا. موسكيرا يسجل الهدف الثاني، موسكيرا يسجل الهدف الثاني، الكولومبي القادم من أتلتيكو أو أمريكا. ديكالي كان معار طبعا اللاعب لأتلتيكو. بوكارامانجا، شوف الإنهاء الممتاز، هذه الكرة نظرة وضعها بشكل ممتاز، إنهاء على يسار أليكس ميريت وسجل في اللمسة الأولى. أعتقد هذا الهدف قتل المباراة بالتأكيد في مستوى وأداء الفريق وفي المدرب باولو زانيتي. والكرة بتصل في الجانب الأيمن، مرور بشكل ممتاز من عبدو هروي، عبدو عرضية خطيرة والثالث جول. جول 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 من جديد، دانييل موسكيرا يضرب نابولي بالثلاثة. هيلاس فيرونا يعاقب نابولي 3-3 لجي فيرونا، ينتصر على نابولي كونتي في الليلة الأولى لأنطونيو. ماذا يحدث في مارك أنطونيو بنتيغودي؟ ما يحدث أنه فيرونا يعود ويستعيد ذكريات 85 ومعجزة الكالتشو وفريق نابولي يعود إلى ذكريات 2004 عندما هبط وعندما أعلن إفلاسه ومتعرض لمشاكل غير معقول. ما يظهر في نابولي في هذه الليلة 3-0. شوف هذه الكرة من عبدو هروي، شوف المغربي، يا سلام، وعر بزاف يا عبدو. الكرة وصلت بهذا المكان لازوفيتش إلى موسكيرا والهدف الثالث.